السؤال الثاني وعطونا الوقت. سؤالنا عن فنان لكنه في سن صغيرة زاول أعمالا عدة، ومنها مساعد موزع بريد. توفي والده وهو في عمر السنتين ونصف السنة، فترعرع مع والدته، وفي عمر 3 سنوات انتقل برفقتها إلى محافظة جدة. هو مغني وملحن سعودي، ولد في محافظة الدرب بمنطقة جازان. متعب. محمد عبدو. محمد عبدو بنورة، برافو عليك يا متعب، إجابة صحيحة. عندك 27 نقطة انضافت إلى رصيدك، فيصبح رصيدك 64 نقطة. بسم الله. السؤال التالي، أعطونا الوقت. سؤالنا عن مادة مهمة لجسم الإنسان وصحته، ورد ذكرها في القرآن الكريم. الماء. عبد الله إجابة خاطئة، انتقل لك السؤال. عندك إجابة ولا نكمل؟ وأيضا في الحديث الشريف، يختلف تركيبه حسب تنوع النباتات الموجودة في المرعى، وكذلك الظروف الجوية والتربة. تحتوي على سكر الفواكه الفركتوز، فهو مادة غنية غذائية. العسل. العسل، يا عسل يا عيني عليك، إجابة صحيحة. المتعب، في رصيدك الآن 97 نقطة، وباقي لنا سؤالين. طيب السؤال التالي، أعطونا الوقت. سؤالنا عن أمر له علاقة ذات جذور عميقة منذ القدم بينه وبين الجزيرة العربية، يرتبط بالأصالة منذ القدم. هو كذلك الإبل. الإبل، إجابة خاطئة. ينتقل السؤال المتعب، عندك إجابة صحيحة ولا نكمل؟ كمل. وهو كذلك أحد رموز شعار يوم التأسيس، وبحسب الأبحاث أثبتت الاكتشافات الأثرية بالمملكة العربية السعودية أن أول استئناس في تاريخ العالم كان في أراضينا. الخيل. الخيل والليل والبيداء، تعرفه، إجابة صحيحة. المتعب، برافو عليك. إذا تبغى أكمل لك بس شال المصداقية، كان العرب يمتطونها للسفر والمعارك، ومن يجيد التحكم بها ويحصل القتال يسمى فارسا. 130 نقطة لك يا متعب، وبكذا تنتهي الجولة. عبد الله كنت ما شاء الله نت قوي جدا، حاولت مع الوقت لكنك ما قدرت. شرفتنا وأسعدتنا في هذه المرحلة الصعبة والندية، استطاع متعب بجدارة التفوق والانتقال لآخر خطوات المليون.